يا الخطبة. عيتي تاني محسودة يا حبيبتي، بس برضو جميلة، برضو فل. ايه الاوام ده الكلام ده؟ حصنتك من المنافلة والطرش في البستلة يا فل يا بنت ما شاء الله، وحسب الله هبرجع على نمرة من ريحة الخطيب العطر. وان قلت ايه شغلته هتنططك شخطته، قولي ان شاء الله. طب بس يلا دكور. شايفين 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 الفنان يرسم بالالوان، يرسم كل حاجه شجره او انسان. شايفين 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 الفنان ما يهمهوش راي النقاد ولا شهره اسمه وصيته، يشبه عباس العقاد في اعتداده بشخصيته. وهو قاعد غرقان في النور، سيفوان ليه بس صغير على راسه يقف العصفور، وده آخر سرحان. شايفين 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 الفنان، شايفين 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 الفنان يرسم بالألوان، يرسم كل حاجة شجرة أو إنسان. شايفين 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 بقعد له يرسمني في العطلة الأسبوعية، علشان زي ما فهمني الفن ده واخده غية. مرة واحدة في الجمعة يطلق موهبته اللمعة وينور زي الشمعة زي ما قالوا زمان. شايفين 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 الفنان، شايفين 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 الفنان يرسم بالألوان، يرسم كل حاجة شجرة أو إنسان. شايفين 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 الفنان، هي حلاوتك بالبالتة والفرشة والسكينة، ليه ما بقتش يا جدع انت فنان متفرغ لينا؟ هتقول لي حكاية المجموع وتتريق على الموضوع، تلبس لي قناع مصنوع مع انك زعلان. شايفين 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 الفنان، شايفين 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 شايفين, شايفين الفنان يرسم بالالوان، يرسم كل حاجة شجرة او انسان. شايفين 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 الفنان. ايوه صحيح انطون تشيخوف هو والشاعر ناجي، جمعوا الحاجتين من غير خوف في قلب البرج العاجي. لكن يوسف ادريس لا اختار فنه عن مبدأ، وانت طول ما هي بترزق ابدا مش ندمان. شايفين 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 الفنان، فرجنا بقى على اللوحة اللي هتسميها اكيد البنت اللي تحت الدوحة وتبروزها بالاكسيد. ايه اللي انت رسمته ده؟ ايه اللي انت رسمته ده؟ ايه اللي انت رسمته ده؟ اوه اللي انت رسمته ده؟ قولوا قولوا يلا قولوا. شربة البانسي بص اسمعوا الحبة دول، يؤمر ولا عمروش يتأمر، بلا شاي بلا قهوة بلا محمر، وده كله علشان عربيته ملاكي وهلالها مزنهر. ايه؟ هقول تاني، يؤمر ولا عمروش يتأمر، بلا شاي بلا قهوة بلا محمر، وده كله علشان عربيته ملاكي وهلالها مزنهر كده اهو. الجوازة دي مش لازم تتم. بحبها بابا. اهمدي شوية هتعرفيه من النمرة الجاية. ورش التصليح يا رب وفق لمرمتي أيها حالة تنشأ تنشأ. القسطة ما بياخدش أجرة والقبض عندي عندي واللي يسبق. الكرسي
ايده رجله مخلوعه بقف عليها روح مرزوعه دلوقتي سلم صلحاتي حيصلحوا لك يا دلوعه انا عندي حل حالتها عيده مع انها كانت جديده ضروري سلم صلحاتي حيقول لك الوصفه الاكيده وانت كنكساتك بتفهق ورشة تصليح يا رب يوفق لمرهوك ايوه على دونشا دونشا القصة ما بياكلش اضرب والقفل عندها عندي واللي يسبق كسرت مضربك يا ميدو وبردك المصابة ايدو المرة دي حيربطهولك شهرين وربما يزيدوا انا عندي آلة شل وغالية بتبحي كل نوتة عالية حيشوفها سلم صلحاتي وبلاش تروح الاستبالية وانت الشكمان عندك مخربة ايوه الو ايوه دي الورشه عايزه يجيلك حاره عمرشه في البيت اربع اضعاف المبلغ للدرجه دي الحاله وحشه هاجيلكم السنه الجايه العفو وديني ميدان المنشية للناس الحلوة العشرية من شغلة المصلحات جنان ومن كفر برية علشان سير الموتور من القلق اقروا مجلة التسالي قديمة لكن وانا مالي وانا مالي عيني وانا مالي القسطة جابها للأهالي لأحسن تزمزق ولا تقلق ما تزرجنوش عدم المؤاخذة ده القسطة أستاذ الأساتذة بيقف يشخص للتلامذة سبع سنين ولم بيزهق حاجة تفلق ها سلامتك يا حبيبتي ما هي خلصت الشغلانة دستركوا يا اللي معانا وما معلش معلش يعني ما عرفتش هنزل اجيب لك سكسيدو